حقيقة ربنا يعافينا جميعا. هي صفة من ضمن الصفات الصعبة جدا والمجهدة عليه هو شخصيا وعلى المحيطين بيه، وبيلاقوا صعوبة في التعامل معاه. هنتكلم عن طريقة التعامل مع الشخص النرجسي، ولكن دكتورة دعاء عايزة أبدأ الحديث معاكي بتعريف أصلا واضح كده من الناحية النفسية. إيه هو الشخص النرجسي؟ يعني إيه كلمة شخص نرجسي أصلا من منظور علم النفس؟ اهلا بيك يا ندى. بصي، هو الشخص النرجسي هو شخص يعشق ذاته شكلا. تلاقيه كده بيمشي زي الطاووس، شايفه الطاووس بيمشي ازاي وينفش ريشه ازاي؟ النرجسي بيحب كده، يحب قوي لما تدخلي تصبحي عليه. يعني مثلا ده لو مدير نرجسي مثلا، تخشي تصبحي عليه تقولي له ايه، والله الطقم ده هياخد من عليك حته، ده ايه الشعر الجميل ده، ايه النيونك الجديد ده، الطقم ده جديد، النضاره دي جديده يا فندم. لا لا لا، عارفه انت اعشقه ذاتي، يعني يديله الاهتمام في الشكل الخارجي. الشخص النرجسي ده دايما مدخله انك تمدحيه في شكله الخارجي عاده. ده مش معناه ان هو ما بيهتمش بمضمونه، هو بيهتم بمضمونه، بس اسهل طرق التعامل معاه مدخله في الشكل الخارجي. فببساطه كده، هي الشخصيه النرجسيه هي شخصيه تعشق ذاتها. خلي بالك، تعشق ذاتها هنا مش معناها انها انانيه قوي زي السايكوباتي، لان السايكوباتي حاجه ثانيه. السايكوباتي حاجه ثانيه. طيب انت حطيتي ايديكي بقى على نقطه مهمه، لانه ساعات كتير بيحصل خلط ما بين السايكوباتي وما بين النرجسي، بيحصل بينهم تداخل. يمكن الناس بتعتقد ان كل نرجسي سايكوباتي وكل سايكوباتي نرجسي. ايه الفرق ما بين الاثنين يا دكتوره؟ السايكوباتي اناني، بس هو السايكوباتي، بصي ده بص انا فاهمك، السايكوباتي ده عامل زي ايه؟ حد بيقول لك انا هقتلك وهموتك عشان اتصدق بلحمك للفقراء، فانت بتروحي على الرحب واسعه. هو عنده قدره هايله على الاقناع. حد مجرم بطبعه، حد ضد المجتمع، حد قتال قتل لطيف، حد نصاب ظريف، حد قتال قتل لطيف. انت قلتي كده صح، انا سامعه صح؟ صح، قتال قتل لطيف. يعني بيقتل طيب الاذيه. ازاي دي؟ ازاي؟ طيب كرش ده الناس بتلتمس له الاعذار، اصله عشان حصل له كذا، اصل يمكن يكون كذا، اصل الظروف كانت كذا. ما بنقدرش نلومه. ليه ما بنقدرش نلومه؟ هو لسانه بينقط سكر، هو انسان مكار وخادع، وبيعمل الجريمه محبكه. تلاقيه مثلا ايه، بيعمل مثلا عمليات غسيل اموال ومخدرات وحاجات بلاوي سودا كلها، وفي الاخر الفلوس بتاعته بيعمل مائدة رحمن وبيتصدق للفقراء وكفالة ايتام، وسمعته انه دوت راجل الطيب والخير، مع ان الناس عارفة انه هو تاجر مخدرات واصحاب وصاحب جرائم كتير. ده سايكوباتي، هو ضد المجتمع. فالفرق ما بين السايكوباتي والنرجسي ان السايكوباتي ضد المجتمع. يعني السايكوباتي ممكن يكون نرجسي بس زيادة عن النرجسي بحبة حبشتكنات كده وحاجات شريرة ممكن تكون مش باينة. السايكوباتي مش مهم تقولي له انت حلو، لان اصلا مش مهمه بالنسبه له، هو فقد الانتماء اساسا. فمش لما تقولي له انت حلو، ايه الجمال ده، انت كده بتثبتيه وهيهدى خالص تماما ابدا، مستحيل. السايكوباتي هو هو انسان ضد المجتمع، فقد الانتماء، فقد الولاء، عنده مشاكل كبيره جدا جدا في التنشئه الاجتماعيه. عاده بتبقى مشاكل في الاسره، فقد الاهل، فقد الاب والام، حاجات كده يعني. فبيبقى قايم اما بيكبر ويبقى شاب كده ورجليه تشيله، يعني بيبقى عايز ينتقم من كل اللي حواليه، بس انتقام لطيف. عارفين سيكولوجيه الثعلب المكر؟ شكله جميل وظريف ولطيف، هو مكر. فتلاقيها تعبان ولابس بيبيون، عقرب بينقط، شايفه بينقط عسل، لكن هو هيلدعك السم للقبر، يشدك ويقنعك للقبر، فانت تفتحي بايدك باب القبر تدخلي في سلام وامان. هو ده السيكوباتي. مش مهم. لا صعب قوي يا دكتوره دعاء، يعني وصفك ده صعب جدا جدا. الشخصيات دي صعب التعامل معاها، ده يعني غير انه سيكوباتي او نرجسي او كده، ده منافق، يعني بيظهر غير ما يبطن، في صعوبه شديده يا تسليم ان انت تقدري تتعاملي معاه. بيبقوا عارفين كده، هم مرضى. يعني هو بيحس بايه داخليا يا دكتوره؟ يعني السايكوباتي ده حد تعبان. بس انا عايزه اقول لك حاجه، معظم الناس اللي بتبقى ضحايا لشخصيات سايكوباتيه هي بتدمر حالها وبتهلك روحها وهي مبسوطه. ما هو ده الليفل الجميل بقى. يعني النرجسي
ضحاياه بيبقوا متأذين جدا، متضررين جدا، بيقولوا يا خلقه الحقونا، ومش عارفين يبعدوا. السايكوباتي عكسه بقى، يعني اللي هو ايه، بتدي له السكينه اتفضل اقتلني، وانت الابتسامه في وشك قد كده، ده السايكوباتي. عنده قدره هايله على الاقناع. تلاقي كده في حاجات نادره في الصفحات بتاعه الحوادث كده العالميه او بتاع، تلاقي مش عارفه نصاب سرق بنك، وبعدين المافيا بتوعه ولا حاجه، مش عارفه عمل لمين كفاله ايه، ومين عمل له ايه، وفي الاخر الخبر والحكومه منبهره جدا باللي هي بتعمله، مش قادرين يلوموه، هم منبهرين وكانهم فخورين بالعمل الاجرامي اللي ما حصلش ده. فكره كله ابداع، يعني دايما الجرايم بتاعته بتبقى فيها ابداع، كرييتيف جدا، مش بشكل تقليدي. فانت حتى لما بتبقي ضحيه ليه، بتبقي قاعده تقولي له الله ايه الجمال ده، معقوله انت عملت كده، وتنسي بقى المصيبه اللي هو عملها يعني. تمام. طيب شفنا حضرتك قلتي السايكوباتي والنرجسي وبعض الفروقات ما بينهم يا دكتورة دعاء. في كلمة يعني جملة كده بتتقال اسمها جنون العظمة، أيوة. أصلا عنده جنون العظمة ومش قادر يعني ايه يتعامل مع الناس بشكل طبيعي وعادي، لا ده شايف نفسه فوق الكل. هو يعني ايه جنون العظمة أصلا يا دكتورة دعاء؟ جنون العظمة اللي هو بارانويا عظمة. احنا عندنا نوعين من الجنون او من البارانويا، بارانويا عظمه وبارانويا اضطهاد. موضوعنا في الحلقه اليوم اللي هي بارانويا العظمه، اللي هو بيبقى حاسس ده طبعا مرض عقلي ذهان، بيصاحبه بعض الضلالات والهلاوس. الهلاوس دي ممكن تكون سمعيه او بصريه او حسيه، اغلبها بيكون ان الشخص ده بيحس ان هو الاله، هو مقتنع ان هو نبي مرسل، فانت بتتعاملي معاه من هذا المنطلق. يعني فيجي يقول لك مثلا كنت بكلم الوحي امبارح، فده مريض عقلي. يعني ممكن يتحل ازاي؟ يتعالج، يروح لدكتور وياخد الادويه بتاعته، الدنيا عنده لو دي بتهدى وخلاص، وبتبتدي قناعاته تبقى طبيعيه. بس العظمه ممكن يكون في حته نرجسيه، لكن مش شرط ان النرجسيه يكون عنده بارانويا عظمه. طيب اعرفه ازاي؟ يعني خصوصا لما الاقي ان الدراسات بتقول ان من 3 ل 4% من الناس بيعانوا من السايكوباتيه، وراي تاني بيقول ان كلنا عندنا بذره سايكوباتيه، فهل الكلام ده صحيح؟ طبعا غلط. هفهمك ليه؟ لان السايكوباتيه ده بدايته هو انسان ضد المجتمع. لو كل واحد فينا بقى ضد القطيع، عمرنا ما هنخلق مجتمع عالمي، حتى بلاش مجتمع عربي، مجتمع عالمي، ما ينفعش تبقى حاجه زي كده. السايكوباتيه بيظهر ازاي؟ يعني ليه الشخص السايكوباتي ده بيظهر؟ بينمو ليه يعني؟ حد تجرد من اب وامه مثلا، ونشا في بيئه مختلفه، عيشته القهر الوان مثلا. فهيبقى ضد المجتمع. حد ما خدش الحنان والامان والمشاعر الكافيه اللي تخليه يعيش بتوازن نفسي سليم في طفولته، وتقابل بالضد. وتقابل بالضد، ومعرفش يتعافى، فبقى ضد المجتمع، ما بقاش عنده ولاء وانتماء لاسرته، لاهله، لمجتمعه. ولما كبر وبقى ليه الفرصه، ابتدى ايه؟ يرد بقى، لما اكبر هضربكم. بالظبط كده، هو ده. ايوه طيب تمام دكتوره دعاء، نرجع